زوجتي الحبيبة. أنت لك أدوار. أولا أن تعي أنك زوجة إنسان قدر الله تعالى له في الحياة الدنيا أن يكون خادما صغيرا للإسلام، وهذا يعني أن تكون في خدمة الإسلام طيلة حياتك. ثانيا أن تحفظي دورك كأم، وهذا يعني أن تجعلي من أطفالنا الخمسة خمسة جنود للإسلام، ليكن صبرك عظيما، ولتكن زينب قدوة حقيقية لك. وأتمنى عليك أن تقرأي باستمرار القرآن الكريم والأدعية الشريفة، وأكثري من إقامة مجالس العزاء في البيت. ابنتي العزيزة والحبيبة سمية. المهم أول شيء الصلاة. قولي للماما علميني قرآن، علميني النشيد الإسلامي، علميني محبة أهل البيت. قد ما فيك اهتمي بدروسك. وإنت يا حبيبي يا ياسر، أول شيء لازم تكون بعدك عم تفيق على صلاة الصبح. أيضا أن تحفظ يومي كل دروسك، تصير جندي كبير مهم للإسلام. أما أنتوا يا بتول ويا كميل ويا محمد، تكونوا زينة في الحياة الدنيا وزينة لإلي أيضا بآخرتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.